السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يمسيكم بالخير ويجيه الخير. الواحد منا قد يتقبل وقد يصبر على فلان من الناس، سواء كان قريب أو بعيد، لضعفه، لمسكنته، لأنه عاله عليك، لحاجاته، لطلباته، لمرضه، لفقره. سواء كان هذا الشخص أخ أو أخت أو صديق أو صديقة أو زميل أو زميلة أو جار، مهما يكون هذا الشخص قريب منك، النفس تصبر عليه وتتقبله ويبقى الود ويبقى المحبة، إلا سوء الخلق، أنه يكون سيء الخلق وسيء الطباع وفاحش وبذي، هنا النفس تنفر منه. يا أخي الله عز وجل يبغض الفاحش البذي في الحديث. والواحد إذا كان سيء الخلق وسليط اللسان، هذا مستحيل أنه يعاشر. جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن قال: تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقر، فإن جار البادية يتحول. هذا نص الحديث، يعني الإنسان اللي أنت مجاورة خلاص ملازمة. النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ من هذا، من حال هذا الشخص. ترى بعض الناس إذا منا سمع مثل هذا الكلام بدأ أنه يقيس على فلان وعلان ولا يقيس على نفسه. قد تكون أنت جار السوء، وقد تكون أنت اللي تنفر منك الناس بسبب سوء خلقك وأنت لا تعلم. لا تقول أنا عصبي، أنا أغضب، أنا من عارف إيش. أضبط نفسك، الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. اللهم صل على محمد. أنا قد يعني مثلا رايح الجهة معينة أبي يخدمني في حاجة، ثم ما قدر، طلبت من أحد فزعه، ما قدر، ما بيده شيء يسويه، لكن بسبب أخلاقه اللي تعامله معي الحسن كفه ووفى. يعني جلون ترى الأخلاق، مقصد الكلام أنها تعوض كثير، تعوض كثير عن العطاء وعن البذل. تقولي يكفيني هذا اللي جاني منك. فالله الله بالأخلاق فيما بيننا. بالمثال يتضح المقال. أحيانا يبقى الود بين فلان وفلان، تستمر علاقتي مع فلان، أنت مثلا مع صديقك، مع زميلك، مع زوجتك، أنت مع زوجتك، كل أحد منا يستمر الود ويستمر العلاقة مثلا الزوجية بسبب أنه كان أخلاقه معي تشفع له. بصراحة يعني صاحب يعني خلق رفيع، هذا يشفع له، يعني خايف الله فيني. ها، لذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. ما يكفي الدين، لازم مع الخلق. ما يكفي الخلق، لازم معه الدين. هالثنتين ذي ضروري. حتى النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث عنه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن. وعائشة لما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن. خلق القرآن صلى الله عليه وسلم ولنا فيه أسوة حسنة. فترى أخلاقك تشفع لك كثير في تعاملك مع الناس، حتى وإن كنت ما تقدر تسوي شيء تفزع لهم أو تقدر تبذل أو تقدر تعطي. الأخلاق قبل كل شيء.